هم من الأسباب أو هم من الأسباب. قد يقال إن الأيام الزائدة يعني مرجح على صورة الباب من باب تصوير كبرى بشرتين بإرسال أبناءهما وأن يقاتل على تصوير العاملين في المصانع وفي أشياء يحتاجها المسلمون أن هذا يحصل لهم به. قد يقال بعض العلم أن هذا الباب التعليم ويغتفر ما فيه من التصوير لمصلحة الكبرى في تعلم الأشياء الأهمية. أما قد يصور المرأة ويصور فلان وفلان للخرافات والأثام إلى آخره هذا موقع مجرد هذا ما عذر في الصناعات في الطب بأشباه ذلك عند بعض أهل العلم من باب ارتكاب أدنى سيادته في كبرى. أما التوسع في هذا في الدروس أو في التلذات أو في كذا ما أشوف له ما أعلم له وجها يوجب الإباحة لأنهم توسعوا في هذا من دون أمر شرعي. نعم.